ضم معي الكاتب مسلم رمالي. أستاذ مسلم، مرحبا فيك. شرفتنا اليوم وشكرا على هداء هذه الرواية. أستاذ مسلم، في البداية كيف بدأت فكرة الكتاب؟ جميل. قبل البداية ودي أقول شكرا لقناة الأخبارية، تحول كبير جدا في الدعم اللوجستي. قبل ما أصل كم أنا هنا من يومين، الزملاء والزميلات اللي كانوا يتواصلون أيضا على الشاشة من حيث الأخبار والبرامج، فهي نقلة نوعية، تشكرون عليها كل فريق العمل بداية برئيس القناة الأستاذ فارس بن حزام. عودا على بدء فكرة الكتاب، انطلقت من ثلاث عناصر. واحد، أنا من عشاق السفر والترحال فيصل، وعضو في مجموعة الرحال العرب. الجانب الثاني، خيالات فكري ماطرة دائما والمخيال عندي عالي. ثلاثة، يوجد فقر وشح في الأدب، أو خلينا نقول الفانتازيا المدموجة بأدب الرحلات، فهذه الرف المكتبة المحلية يمكن يكون فقير فيها تماما. فمن هالثلاث عناصر هذه حفزتني أني أدفع الكتاب للنور، والحمد لله الكتاب وجد أصداء كبيرة وهو موجود الآن في مكتبة جرير في جميع فروعها. طيب، المملكة. سنابستان اسم غريب شوي، وش معناه؟ طبعا الكتاب في مجموعة دول من ضمنها دولة سنابستان. سناب هي السناب اللي أصبحنا للأسف مدمنين عليه، وأصبح عند البعض من الكماليات للأسف. ستان هي بالكلمة الفارسية تعني أرض أو بلاد، فهذا العنوان يؤصل إلى أن الرحلات فعلا إلى دول، فسنابستان هي دولة ولكنها لا وجود لها على الخارطة. نعم. اخترت المستقبل يعني في حقبة زمنية برحلتك، نتكلم على من 2051 إلى 2072، ما السبب باختيار هذه؟ والله مثل ما قلت لك، الفكرة جديدة أصلا، دمج الفانتازيا بأدب الرحلات، فقلت خليني أتجه للمستقبل. ومن خلال المستقبل، أنت تعرف أن الطيور المهاجرة لا توقفها الأمكنة، أيضا الظواهر الاجتماعية هي مهاجرة ولا توقفها الأزمنة. فبالتالي يعني حاولت أني أروح للمستقبل وأعالج بعض الظواهر في ذاتها وأيضا في ماضيها اللي هو حاضرنا الآن. يعني عندك أنت سافرت بالمستقبل في في الرواية. صحيح. نتكلم على خدت معنا بعد بعض الأسماء القديمة، قريح وقلعة وادرين. صحيح. وأكثر من اسم يعني قديم. أي نعم. مو قديم يعني حاضر. أي نعم. السبب كل دولة طبعاً، أن الدول هذه التقطتها من أفواه المتحدثين في مجالسنا. فقريح مثلاً أخذت فيها بعد أنه التاريخ الأسود للدولة العثمانية لن ينسى مهما تغيرت الأحوال وتغيرت الأزمنة. فقلعة وادرين هي شاهد لهذا التاريخ الأسود. قريح هي كبسولة غضب يفرغها المتلقي للآخر إذا تكلم، فتقول بقريح. وش اسمه هي دائما لزمة عند السعوديين، إذا تكلم وضيع الفكرة ولا ضيع السالفة يقفلها بوش اسمه إلى ما يلتقط سالفته ثم يستمر بالحديث. فأيضا نفخت منها وصنعتها دولة وسافرت لها، وعالجت فيها ظاهرة العنصرية، سواء عنصرية العرق أو عنصرية الدين أو عنصرية خطوط المجتمع. قريبا مثلا، قريبا هي دولة ولكنها جميلة، هذه الدولة فيها كل شيء جمال لكنها يعني تفتقد إلى المواعيد، المواعيد فيها مضروبة. تبدأ من الطفل الصغير فيصل، إذا راح يتبع أبويا بيطلع في رحلته اليومية ويقول أبي معك، يقول خلاص يا ولدي بس ألبس نعالك الله يكرمك وتعال، ويرجع ما يحصل لأبوه، خلاص مشى وخلاه. وانتهاء مرورا بالخمس دقائق، وينك فيصل أنا جايك، خمس دقائق وكون عندك، وتسحب ساعة. هذه تعكس واقعنا. تعكس واقعنا، والأسماء مربوطة بعنوان أو محتوى القصة. طيب كيف شفت دمج الفانتازيا مع الواقع في الكتاب؟ جميلة، يعني هي التجربة الأولى لي. أنا أكتب نص، أكتب سيناريوهات، لكنها بهذا الشكل تعتبر التجربة الأولى، ولكنها ثرية وجميلة جدا. وبالمناسبة أخذت مني 3 أشهر الكتاب، يعني أنا أعتبر وقت قياسي في كتابة التأليف. طيب، آخر سؤال، عادة ما يكون الكاتب في إحدى شخصيات الرواية، وين مسلم في الرواية؟ مسلم موجود هو الجد، ولذلك حظي بإهداء يمثل الحفيد. أي نعم. لذلك حظي بإهداء بطل الرواية، أهدى الرواية إلى جده والعائلة، فأشكر الحفيد على هذا الوفاء. إن شاء الله بالتوفيق لك يا مسلم رمالي الكاتب. شكرا جزيلا لك.